يخص أمل يتشبث به المرضى في المراكز الصحية بمديرية القبيطة في محافظة لحج، إذ تفتقر هذه المراكز إلى أبسط الإمكانيات. ونحتاج إلى بعض الأدوية وبعض الإسعافات الأولية وذلك الأجهزة مثل الإنتريسانت لصعوبة وصول بعض الحالات مثل حالة النزيف، وكذلك صعوبة علينا وصول تغذية الأطفال والأمهات الحوامل. كالإسعافات الأولية والأدوية الضرورية وأجهزة التشخيص، إضافة إلى عدم توفر مخصصات مالية تشغيلية. تشهد هذه المراكز إقبالا كبيرا من قبل المرضى رغم إمكانياتها الشحيحة ونقص الكادر الطبي أيضا. كل ما هو موجود لدينا هو أجهزة بسيطة لعمل الفحوصات الروتينية المعتادة، أما الفحوصات التي تتطلب ضرورية للمواطنين فهي لا توجد، مثل فحوصات الصفار والكبد. وفي ظل تفاقم وتزايد عدد النازحين من أبناء المديرية والوافدين من مناطق تشهد معارك، ما يسبب ضغطا على العاملين فيها. أمراض الضغط وأمراض الطفيليات وأمراض السكري، لا يتوفر العلاجات اللازمة في المركز الصحي، لذلك يضطر المواطن إلى السفر إلى مستشفيات لتلقي العلاج، وبعض الأمراض لا يستطيعون السفر. تسوء حالات المرضى كثيرا وخصوصا المصابين بالأمراض المزمنة كأمراض السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم، كونهم بحاجة إلى رعاية صحية وأدوية مستمرة صارت شبه منعدمة في مراكز المديرية، فضلا عن الظروف المادية الشحيحة التي يتجرع المواطنون الويلات بسببها.